مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان البيئة والمجتمع المدني. المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة ديال الجميع، من العائلة للمدرسة للمؤسسات، والمجتمع المدني بحكم قربه من المواطن عنده دور أساسي ومركزي. كيتحصى عدد جمعيات المجتمع المدني اللي كتنشط في مجال البيئة بالمئات في كل مناطق المغرب. هاد الجمعيات مفتوحة لعموم المواطنين باش يساهموا ويستافدوا منها، وكتعقد شراكات مع المدارس والمؤسسات في الجهات والأقاليم. الهدف الأساسي هو التوعية والتحسيس وإشراك المواطن بكل فئاته في صون البيئة والحفاظ عليها عبر الورشات والأيام الدراسية والندوات وغيرها من أساليب التحسيس. طبقا لمقتضيات الدستور الجديد وكما كيأكد عليه القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أصبح من الواجب إشراك المجتمع المدني في تحقيق أهداف المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في مجال البيئة رافعة أساسية للاستدامة البيئية وتعزيز لمفهوم القرب. كتعطي الوزارة أهمية كبيرة للجمعيات البيئية حيث كتعتبرها شريك استراتيجي نظرا لقدرتها على التعبئة وقربها من المواطنين. وفي هذا الإطار وضعت الوزارة برنامج هام للشراكة مع الجمعيات كيتضمن تكوين الجمعيات في الميادين البيئية والتدبيرية، المساهمة في تمويل المشاريع الجمعوية ذات البعد البيئي، وإشراك الجمعيات في الاجتماعات التشاورية والتظاهرات البيئية باعتبارها فضاء للنقاش حول المواضيع اللي كتهم البيئة والتنمية المستدامة. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.